بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وذريته الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن تكونوا بصحة وعافية، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الإسلام. تكلمنا في اللقاء الماضي عن ابن القرية ومشكلته مع الحجاج ابن يوسف، وكان هناك موقعة شهيرة جدا وهي الموقعة التي حصلت مع الحجاج وابن الأشعث، وكانت تسمى هذه الموقعة بموقعة دير الجماجم. هذه الموقعة مات فيها عدد كبير جدا من الأعلام ومن العباد ومن القراء ومن العلماء. النهاردة إن شاء الله تعالى نود أن نتناول علما من أولئك الأعلام الذين قتلوا في دير الجماجم، فتنة الأشعث مع الحجاج ابن يوسف، ولكن ظل ذكره باقيا وظلت آثاره باقية. وهو ده اللي أنا عايز ألفت النظر إليه، إن الإنسان سواء عاش أو مات، مش المهم يعيش يعني يمتد به العمر أو يموت، المهم إن هو يترك أثر في هذه الحياة. الإنسان إذا ترك أثر في هذه الحياة يظل حيا إلى أن تقوم الساعة، ولكن بالذكر الحسن. هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. هذا هو لسان حال كل إنسان شغال، كل إنسان بيعمل، كل إنسان بينتج. مش مهم النهاردة هو هيعيش ولا هيموت، لأن هو في الحقيقة كل الناس إلى زوال، والخلق جميعا إلى فناء، والموت كأس وكل الناس شاربه، لا إشكال في هذا. فالموت هذا حق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المهم إن أنت بعد ما تموت في حد هيقول الله يرحمه ولا لا؟ في حد هيقول الراجل ده فعلا انتفعنا بيه ولا لا؟ الراجل ده خدم دينه وخدم بلده ولا لا؟ الراجل ده عمل خير ونشر ولا لا؟ هو ده أهم شيء ينبغي أن تجعله في ذهنك. والإنسان زي ما بيقولوا الذكر للإنسان عمر ثاني، يعني طالما أنت مذكور بعد مماتك ده عمر تاني ليك، عمر تاني ليك. شوف الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، ربنا ذكر حوالي 25 نبي في القرآن، في أنبياء لولا أن الله تعالى ذكرهم في القرآن ما عرفناهم. عشان كده ربنا بعد ما يذكر الأنبياء يقول إيه؟ يقول هذا ذكر. أنبياء كثر ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، سيدنا إدريس، اليسع، يونس، لوط، صالح، أنبياء كثر لولا أن الله تعالى ذكرهم في القرآن ما كنا عرفناهم. لماذا ذكرهم؟ لأنهم أنتجوا، لأنهم دعوا إلى الله على بصيرة، لأنهم بلغوا رسالات الله، لأنهم تركوا أثرا في الوجود. أنت كذلك لو تركت لك أثرا بعد حياتك أو بعد وفاتك لابد أن تظل مذكورا وكأنك ما زلت حيا. إحنا لسه لغاية دلوقتي بنقول مالك رحمه الله، الشافعي رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله، لسه بنذكر أعلام وعلماء في الأمة الإسلامية وبنترحم عليهم لأنهم تركوا لنا آثارا صالحة. أما ليه النبي صلى الله عليه وعلى آله اعتبر أن الإنسان الذي يخلف ولدا صالحا هذا لم ينقطع عمله؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي بعض الروايات أو ورث مصحفا أو حفر بئرا، يعني ترك خير، حتى المصحف بتاعه اللي كان بيقرأ فيه وسابه في البيت ومات، وجي ابنه أو حد من أحبابه قرأ فيه بعد كده، هو بياخد أجر، ترك أثر. أنت ممكن تترك أثر في بيتك وفي أسرتك على هذا النطاق الضيق بأي شيء من هذه الأمور، وفي إنسان ربنا يوفقه ويترك أثر على أعلى وأوسع نطاق. النهاردة احنا بنتكلم عن أبي الجوزاء أوس ابن عبد الله البصري، وكان من كبار العلماء، وكان ممن أخذوا عن السيدة عائشة
رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني أخذ من كبار ومن أعلام. ومن الذين تعلموا منه أبو الأشهب العطاردي وعمر ابن مالك النكري وبديل ابن ميسرة وجماعة من التابعين. يقول عنه الإمام أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء: ومنهم المجانب للأهواء والمجانب للآراء، أو المجانب للأهواء والآراء، المفارق للتلاعن والأسواء، أوس ابن عبد الله أبو الجوزاء. الكلام ده معناه إيه؟ أنا قلت لكم قبل كده أن الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء بيذكر لنا خلاصة الخلاصة من سيرة من يعرف به في كتابه حلية الأولياء. بعد الفاصل اسمحوا لنا أن نواصل إن شاء الله تعالى في سيرة أبي الجوزاء، فكونوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى. أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله بيقول عنه الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء: ومنهم المجانب للأهواء والآراء، المفارق للتلاعن والأسواء، أوس أبو عبد الله أو ابن عبد الله أبو الجوزاء، وكان أحد العباد الذين قاموا على الحجاج، وقيل إنه قتله في يوم الجماجم. ده اللي حصل، قام على الحجاج مع الذين قاموا وقتل في يوم الجماجم، ولكن ترك أثرا وترك خيرا، وما زال التاريخ يذكره بالخير. ويقول أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله رحمه الله تعالى ورضي عنه: إيه اللي حصل، أو إيه اللي هو الإمام أبو نعيم عايز الفتنة في شخصية الفتنة إليه في شخصية أبو الجوزاء؟ بيقول مفارق للأهواء والآراء. يعني إيه؟ تعال نشوف كان بيقول إيه. أبو الجوزاء كان يقول: ما لعنت شيئا قط، ولا أكلت شيئا ملعونا قط، ولا آذيت أحدا قط. يا سلام، ما آذاش حد أبدا في عمره كله، أبدا ما لعنش حد أبدا في عمره كله، أبدا ما كلش حاجة ملعونة. إزاي يعني ما كلش حاجة ملعونة؟ إزاي يعني الواحد ممكن يأكل حاجة ملعونة؟ قال لك أصل فيه ناس، وده كان بيحصل زمان وممكن يحصل دلوقتي برضو، يطبخ الأكل، فهو بيطبخ الأكل وزعلان وقروف من النار وحرها، ويشتم يقول دي أكلة كذا وأكلة دي فيها كذا، ويلعن في الأكل علشان بتوقفه، أو الأكل وطبيخه بيوقفه قدام النار. ده اللي هو يعنيه أبو الجوزاء بقوله ما أكلت شيئا ملعونا قط. ولذلك كانوا يقولون: وكان أبو الجوزاء يعطي خادمه الدرهمين والثلاثة في الشهر حتى لا يلعن طعامه إذا أصابه حر التنور ووقود القدر. يعني هو الخادم ده بيخدمه، ده ملك يمينه، مش هيدوله أجرة، وإنما هو كان بيعطيه مال ويقول له: بص المال ده نظير إن أنت تتحمل حر الطبخ وإعداد الطعام دون أن تلعن الطعام أو تسبه، فأنا لا أكل شيئا ملعونا قط. يبقى لا يلعن حد أبدا، ولا يؤذي حد أبدا، ولا يأكل شيء ملعون أبدا. تعال بقى النهاردة اسمع وشوف اللعن والشتم والسب اللي على أصوله من بعض الناس. اللعن والسب اللي هو عمال على بطال، اللي بلازمة واللي من غير لازمة. اللعن لمين؟ اللعن لأعيان في المسلمين، مش كفار ولا مشركين، لا ده كمان من إخوانه المسلمين بيلعن فيهم ويكفرهم ويسبهم. تعرف يعني إيه لما تقول لعن الله فلان؟ لعنه الله يعني أخرجه الله تعالى من رحمته، لا تصيبه رحمة الله تعالى أبدا. طب وليه كده؟ بعض السلف الصالح، بعض أولئك السلف، وكان منهم الإمام العلم الكبير أبو وائل شقيق ابن سلمة
رحمه الله تعالى الإمام العلامة الكوفي شيخ الكوفة، كان إذا جلس في مجلس ويلعن أحد في المجلس الحجاج ابن يوسف اللي احنا اتكلمنا عن شنائعه، كان أبو وائل يقول: لا تلعنوه، فإنك لا تدري لعل الحجاج ابن يوسف قال مرة صادقا من قلبه: يا رب اغفر لي، فغفر الله له. مش عرفك انت، انت تتألى على الله ليه؟ بتمنع الناس من رحمة الله ليه؟ وعايز تحجبها عن الناس ليه؟ البني آدم ده اللي بيقعد يلعن في عباد الله وعايز يحرمهم من رحمة الله، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يوم القيامة: أين المتألي على الله ألا يرحم الله تعالى فلانا؟ مين اللي حلف وقال والله ده ربنا ما هيرحمه، ده ربنا مش هيدخله الجنة أبدا؟ البني آدم ده ربنا بينادي عليه في الآخرة يقول له: تعالى أنت اللي قلت الكلام ده، هو طب إيه رأيك بقى أن أنا هغفر للإنسان ده اللي أنت لعنته وأدخلك أنت النار؟ هو أنت عايز تتحكم في رحمة الله؟ يستحيل أبدا. فاللعن هذا شيء شديد، شيء خطير، ما ينبغي أن يتلفظ به إنسان، وإنما ينبغي على المسلم أن يتسع صدره وأن يرجو رحمة الله تعالى لجميع المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله ما يحبش حد أبدا يلعن حد من أهل المعاصي. وكان في واحد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله اسمه نعيمان، ويقال اسمه عبد الله، والراجل ده كان مهرج، مهرج جدا، يعني كان يحب يمزح ويهرج ويتعرض حتى لإيذاء بعض الناس بهذا التهريج. فكان مثلا يروح عند بعض التجار ويقول له: النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك حتى يعني تعطيني شاه على حساب رسول الله. فالرجل يعطيه الشاه، فيأخذ هذا نعيمان هذا يأخذ الشاه ويذهب بها إلى رسول الله ويقول له: يا رسول الله أنا جايب لك هدية، شاه، هذه الشاه هدية. فالنبي يقول له: مرحبا. ويقعد الصحابة يطبخوها ويقعدوا يأكلوا، يجي صاحب الشاي يقول له: أنا عايز حقها، يقول له: هذه هدية من نعيمان. يقول نعيمان: قال إنها على حساب النبي صلى الله عليه وعلى آله. فكان له مواقف والنبي كان بيضحك ويسكت. بس نعيمان ده كان مبتلى بشرب الخمر. يقول الحافظ ابن عبد البر: إن نعيمان هذا جيء به وقد شرب الخمر أكثر من 50 مرة. فكان كل مرة بيجلد. ففي يوم من الأيام جاء وجلد في الخمر، وسيدنا عمر جلده بجلده وقال: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فما أراه إلا يحب الله ورسوله. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى. عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى. فشوف إزاي هنا أبو الجوزاء بيقول: ما لعنت أحدا قط، وما آذيت أحدا قط. وتقدر بقى تقدر قدر هذه المنقبة الكبيرة لهذا الرجل الصالح رحمه الله تعالى. كان أبو الجوزاء يقول عن نفسه: جاورت ابن عباس 12 سنة في داره، فما من آية في كتاب الله إلا وقد سألته عنها، ولقد كان يختلف إلى أمي المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رسولي بكرة وعشية. يعني كان يبعث رسولا من عنده إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فما سمعت من أحد من العلماء، ولا سمعت أن الله تعالى يقول لذنب إني لا أغفره إلا للشرك بالله. يعني بيقول إني ما سمعش من حد من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله ولا في القرآن الكريم اللي هو عرف تفسيره من ابن عباس إن ربنا ما بيغفرش أي ذنب سوى الشرك بالله. وكأن هنا أبو الجوزاء بيرد على الناس اللي بتكفر مرتكب الكبيرة. الخوارج لما خرجوا كفروا مرتكب الكبيرة وقالوا مرتكب الكبيرة ده كافر وده في جهنم مخلد. قال لهم: ازاي
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ممكن مرتكب الكبيرة ربنا يغفر له، هو مستوجب للعقاب، بس المسألة دي بيد الله عز وجل، ربما يغفر الله تعالى له وربما يعذبه الله، يفعل الله تعالى ما يشاء. وكان سيدنا أبو الجوزاء عايز يقول للناس انتوا ليه بتضيقوا رحمة الله عز وجل، ما توسعوا الباب للناس وافتحوا آفاق الرحمة للناس. خلي بالكم يا أخوانا، الجنة مش حاجة كبيرة قوي على ربنا أبدا، الجنة دي شيء عظيم ربنا خلقه، لكنها هينة على الله عز وجل، فيمكن أن يجود بها لأقل الناس. أبو الجوزاء كان بيقول لو أن أناسا من فقهائكم وأغنيائكم انطلقوا إلى رجل فقيه غني فسألوه كوزا من ماء أكان يعطيهم. واحد غني أو فقيه أو حد من الأكابر في هذه الأمة، والناس راحت له قالت له لو سمحت احنا عايزين منك بس كوز مية. في مشكلة في كوز المية ده؟ مفيش مشكلة في كوز المية، أي حد هيديهولك. طبعا لو كان غني ولا ملك ولا صاحب سلطان هذا أهون شيء عليه إنه يديك كوز مية. قالوا يا أبا الجوزاء ومن الذي يمتنع من إعطاء كوز ماء؟ فقال أبو الجوزاء والله إن الله تعالى أجود بالجنة من كوز الماء على أحدكم. كوز مية أنت بتجود بي ولا شيء، الجنة كده برضو. فأنت ليه مستبعد الجنة على عبادك؟ ليه شايف نفسك أنت بس اللي متأهل للجنة وغيرك في النار؟ يا أخي ربنا يغفر لعباده، إلا خالف الشرع نقول خالف الشرع، بس في الآخر لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له. وكان أبو الجوزاء بيقول للناس اذكروا الله، والله إن القلب لا يتمكن منه الشيطان حتى ما يستطيع القلب أن يذكر الله، وإن أعظم نعمة على العبد أن يوفقه الله تعالى إلى ذكره عز وجل. فيقول والذي نفس أبي الجوزاء بيده ما له في القلب طرد، يعني الشيطان لا يمكن أن يطرد من القلب إلا بقول لا إله إلا الله، ثم يقرأ قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. ويروى عن سيدنا موسى عليه السلام أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم، يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيا رب احنا عايزين نعرف موضعه فين من البني آدم. فكشف الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام عن موضع الشيطان من ابن آدم فوجده متربعا على قلبه والعياذ بالله. ولكن إذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى فر الشيطان هاربا، الشيطان يفر هاربا من ذكر الله عز وجل. فأنت لا تسلط على نفسك الشيطان واطرده بذكر الله، بذكر الله عز وجل تستطيع أن تتغلب عليه. وهكذا كان الإمام أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله يوصي الناس بالمداومة على ذكر الله عز وجل. ومما سمعه أبو الجوزاء من سيدنا عبد الله بن عباس، هو طبعا تلميذه وأخذ عنه وتعلم منه، مما رواه عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خباء على قبر، يعني عمل كده حاجة تشبه الخيمة يعني، ولا يحسب أنه قبر، يعني لا يعرف أن هذا قبر، فإذا فيه أي في القبر إنسان يقرأ سورة تبارك، يعني ميت في القبر في مدفون يقرأ سورة تبارك بصوت يسمعه ذلك الذي ألقى الخباء على القبر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن ينجينا وإياكم من القبر وعذابه، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينفعنا بسير أعلامنا، إنه سميع الدعاء. وإلى لقاء قريب قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.